هل كابتن مصطفى كريم يقرر الدخول في معايشة أوروبية ويدعو الاتحاد للاهتمام ودعم المدربين الشباب؟ حاليا منتظر الدورة التدريبية اللي بي إن شاء الله أدخل بيها، وراح أدخل معايشة قريبا إن شاء الله لحين انتهاء الدوري. يعني بعد خلي تكمل، يلا يعني إن شاء الله تكمل الأوراق وتكمل الفيزا بأوروبا. لا بأوروبا منتظر الفيزا تكمل، إذا صارت الفيزا يعني طون الفيزا سمحوا لي إن شاء الله أكون يعني أروح، لأن هي تجربة فنية بشهر التاسع إن شاء الله. وإذا ما صارت بعد منتظر الدورة التدريبية اللي بي إن شاء الله راح أدخل لها. طموحي يعني طموح مشروع، طموحي مدرب شاب إنه يتمنى إن يعمل بالدورة الممتاز، بس إذا ما صارت لي فرصة أني يعني أريد أشتغل مثل ما الكل يعرف إنه أريد أشتغل كمساعد بالدورة الدرجة بالممتاز، أتعلم لي موسمين ثلاثة، بعدها إن شاء الله يعني أطمح إنه أصير مدرب أول. وإذا ما صارت لي فرصة وما سنحت لي فرصة عادي أشتغل بالدورة الدرجة الأولى، أكتسب الخبرة موسمين على الأقل، بعدها إن شاء الله كل حدا. أتمنى من الاتحاد، أتمنى من الناس المختصين، من الناس المسؤولين إن على الأقل يدزون معايشات أو يعملون دورات تدريبية على مستوى عالي.